السلام عليكم ورحمة الله. وجيت لكتاب الكونكت البرايم 1 في سلسلة بوك اند بن. اي سلسلة بوك اند بن مميزة جدا 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 في كتب الكونكت بتاعها، كأنك بتاخد كتاب كونكت وكتاب جرامر في كتاب واحد. طبعا ده السكند تيرم في البرايم 1، بداخل الكتاب ملحق مجاني، وبداخل الكتاب دي يعني شوية ورق جوه الكتاب وليس كتاب منفصل. الكتاب الكونكت عامل 95 جنيه، تمام، وعدد ورقه 195 جنيه. وعايزة ندخل من جوه نشوف البرايم 1 في الكونكت عامل لنا ايه. اهو طبعا انتظروا ان شاء الله قريبا جدا الاصدار بتاع بوك اند بن في البرايم 2 والبرايم 3. طبعا نزل الكي جي 1 والكي جي 2، هصوره كمان. اول حاجة هنا جايب لي الفوكابلري اللي انا هاخدها جديدة، يعني اللي الطفل هياخدها جديده، تمام. هياخد نيو فوكابلري اهوت واماكن العمل، والتدالي بقى اداني الفيربس، اداني الافعال وازاي بنتكلم عن الوظيفه. وطبعا شارح الجرامر بشكل حلو جدا، كانك احنا واخدين كتاب منهج وكتاب جرامر في واحد، يعني اتنين في واحد ميكس زي ما بيقولوا كده. دي الاكتيفيتي اهو، الاكتيفيتي عليه، وده يعني تدريبات ازاي نسأل بماذا، تمام، مش بماذا بس، ماذا ومن وكده. طبعا الاكتيفيتي بقى طبعا مختلفة جدا، شوية ماتش، شوية رتب، شوية اعمل لي كومبليت، شوية يعني بوت فولت اور ترول، صح او غلط. ما شاء الله تمارين، تمارين كتير جدا عليه اهوت. كده انا دخلت بجزء تاني من الجرامر، ازاي نسأل بواي اهوت، ازاي نسأل. طبعا يعني هو مش بس كتاب كونكت وكتاب جرامر، معدي كمان، يعني بيخلي مستوى الطفل يعدي شوية، مش بيقف بس على مستوى ان هو يبقى في اولى ابتدائي، لا، هو انا بحس ان هو بيخليه يعدي اكتر من مستواه. دي هو الترتيب يا جماعة، ان هو ازاي الطفل يسأل بواي والاكتيفيتي اهوت. ومديني كمان اماكن للحفظ، يعني انا واجبي هعمله في نفس المكان، حفظي هعمله في نفس المكان اهوت. مديني ومديني مكان للتسميع، يعني مش الشغل الجامد ده، يعني مش بس مديني مكان احفظ، مديني كمان اسمع ولا هنكتب في كراسة ولا اي حاجة. دي دخلنا كده، انا كده دخلت على الدرس التاني اهوت. برضو استغراض، اول حاجة الكلمات، وبعدين مديني الشرح اهو، بيكمل لي الشرح هنا، تمام، وبيخليني احل على طول اهو. اماكن برضو لكتابة الواجب، تمام. فونكس تايم، مديني كمان فونكس، يعني مديني في نفس الكتاب جزء من الفونكس اهوت، وحل عليه ما شاء الله. شو بقى الحاجات الحلوة بقى، مديني كمان اهوت هوم وورك ان انا حله، وده بقى اللي الطفل يسمع كله يا معلم، سمع كله اهو، الاتنين اللي فاتوا، يعني مش بس واحدة، لا ده الاتنين اللي فاتوا. تيست اون يونت 10، مديني كمان تست عليه. ماشي بقى بالنظام ده، حاجة مرتبة جدا، مرتب جدا جدا جدا، من احلى كتب الكونكت اللي ممكن تتمسك في الحياة. يعني كلمات جديدة، وبعدين جرامر جديد، وبعدين اكتيفيتي عليه جديد، وبعدين مديني كلمات احفظ، ومديني اماكن ان انا احفظ واكتب الواجب تاني، مديني كلمات تاني، مديني اكسرسايز تاني اهو. وبيعيد لي بقى، يعني بيعيد لي على اللي فات، جاب لي وات واي تاني اهو، اماكن للحفظ واماكن للتسميع، تمام، ورتب يا معلم، اماكن تانية للحفظ والتسميع، وبعدين تست على كل اللي فات ده اهو. حاجه كده فخيمه زي ما بيقولوا، حاجه فخيمه، ولكنه عايز طفل متاسس كويس يا جماعه. هو الكتاب ده طبعا هو كونكت برايم 1، بس عايز طفل يكون متاسس كويس، على الاقل بيقرا وبيكتب كويس جدا، علشان يقدر ان هو يستوعب، لان هو معدي ما شاء الله، يعني هو مش كونكت عادي، لا ده هو كونكت، كونكت معدي، كونكت معدي، كتاب فيه كونكت وفيه جرامر وفيه فونكس، متصورين الكتاب يكون عامل ازاي. طبعا الاكتيفيتي هو ده على الدرس اللي انا فيه اهو، اماكن كتابه الواجب وفونكس تاني اهوت، وحل، حل حل كمان، واكتب الواجب وسمع
وتست عليه، وبعدين دخلت في الدرس اللي بعده اداني الكلمات الجديده، اداني الافعال الجديده، واداني جزء من الجرامر اللي انا هديه اهوت جزء الجرامر، وحل تاني، جاب لي تاني اسئله بوط، جاب لي تاني اسئله بوط، يعني بيعيد لي الكلام تاني عشان ما انساش. ماشي بقى الكتاب كله كده، كله شغل 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 شغل، ما بيقفش خالص، بسم الله ما شاء الله. والنكت اولى ابتدائي اللي عايز ياسس ابنه صح ملوش اختيار تاني، بجد ملوش اختيار تاني في الكونكت غير بن اند بوك. يعني عايزه الفه لكم صفحه صفحه، دي الكلمات الجديده اهوت، ودي اهوت في الاخر بقى مديني مودلز يا معلم، حل على كل اللي فات ده، كل اللي فات كل اللي فات. يا رب ينزلوا سنه رابعه يا رب ينزلوا سنه رابعه. من منطقتي هذه ومن مكاني هذا بنادي مس اماني، يا مس اماني محتاجين سنه رابعه في الكونكت، يعني بجد سنة رابعة محتاجة كتاب زي ده بجد. طبعا الكتاب اللي ينفع جدا في سنة رابعة طبعا طبعا الجرامر بتاع ليفل 2 ديت. كده انا عديت كل التست اللي كانوا محطوطين تمام، وهنا دي برضو بيدربني على قطع وجاوب، الطفل يقرأ ويجاوب ويقرأ ويجاوب ويحل تشوز، شغل ده شغل ده شغل غالي، ديالوج ويبدأ ان هو يحل ديالوج، رايت سكيلز يبدا يكتب جمل، مش ممكن اولى ابتدائي يبدا ان هو يكتب جمل، يبدا ان هو لا يعني شغل 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 جامد. وفي الاخر طبعا انسرز يساعد الامهات واولياء الامور انه يساعدوا ولادهم كويس، يعني مفيش كلام يتقال عليا النعمه، ما في كلام يتقال خالص خالص خالص. الحمد لله بنتي في سنه اولى لقيت لها الكتاب اللي انا هشتغل منه، وايضا بنادي من موقعي هذا، انا بنادي بجد لازم الكتاب ده يتعمل منه برايم 4. شكرا لكم، تابعوني بقى في حاجات جديده.